كان عندي دور ايترونجي وقال جيت من هولندا نهضر بالهضره الاخرى قال لك ما نقبلوش الحاج كامل. انا قلت وقيلا كش ما كاين في قسنطينه هذاك ما درت له. هي الاخير على كل حال كي جيت انا اول حاجه اللي خليت لونتوراج قلت لهم هذاك اللي يدور بزاف وما عندهم حتى خدمه وعندهم كونطرا وما يخدموش يتحاوزوا. هذا المشكل اللي جاب لي بالبلاء بزاف على كل حال. حنا كي بدينا نهضروا يقول لي الحاج كامل ما يستحقوش ما كانش رجال في قسنطينه. الحمد لله رجال كان في كل بلاد كاين رجال. انا واش معناتها انا من جي احنا كيما هضر معايا واحد من الصحراء قال لا تدو الابار ثاني ماشي تاع قسنطينه جاي في الصحراء. انا ما تبدو لناش لينا ورق لا يطلع هاد الامور ما يهمنوش بها نقول لك هذا الشيء. بصح حاجه اللي ما فهمتهاش على هذيك البلبله ناضت على جيل الان مازال ما فهمتهاش على كل لحدنا الان مازال ما فهمتش على البلبله ناضت على كذا. انت الان جبت روحك من تسير النادي؟ نو انا راني دائما كنت في دائما كنت مع المدير المستشار تاع الابار. كنا دائما احنا كنا نزيدوا البلوس ليكيب لكن يعطوا لها 40 مليار نروح نعطوا لها 50 نشوفوا اللي جوا يعيطوا ما عند المشكل تاع السياسي. نقول لهم دائما كاين بعض الناس اللي يحبوا ما يتنحاش ولا